واحد شاب صديق وزميل أستاذ رضوان داوي وجاءنا من الدراسات الجرمانية ودارس للغة الألمانية ومترجم منها وإليها واشتغل في الرحلات في كتابه الثقافة المغربية في الدراسات الجرمانية السويسرية والألمانية بالأساس وترجم كتابات لياس وغيره وله أيضا إسهامات في دراسات الرحلية خاصة لرحال الألمان الذين زاروا المغرب في القرن 19 وخصوصا في القرن 20 وما زال يشتغل في هذا الباب وهو أيضا أستاذ في جامعة دولية وأستاذ كذلك في الدراسة في المدارس التأهيلية المغربية أعطي له الكلمة ليقدم لنا قراءته الخاصة لهذا الكتاب فليتفضل مشكورا شكرا السلام عليكم في هذه الحالة يعني الجملة المعتادة عندي لقد وقعنا في الفخر لما تكون بين معلميك وأساتذتك فتكون يعني في وضعية على كل حال شكرا جزيلا أنا فخور جدا وأشكر الأساتذة الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم والذين شرفوني بهذه الدعوة الكريمة الأستاذ شعيب الساوي الأستاذة المؤلفة فاتحة الطايب الأستاذ أحمد بوحسن الأستاذة نور غزالي الأستاذ دريس عبيزة أساتذة شعبة اللغة الألمانية الأستاذ لباح محمد والأستاذ موسلي رشيد أساتذة المعلمين وشكرا جزيلا لكم هذه الكلمة المتواضعة في الحقيقة لم أستطع أن أخطر إلى عنوان أجلت هذه المسألة فيما بعد لكن سأركز على النقاط المقارنة لدى الباحثة الأستاذة فاتحة الطايبية أستاذتنا مقارنة وباحثة استندت في هذا الكتاب إلى فعل المقارنة ونظرية التلقي لتستسلم وهي عبارة لتستسلم لاستفزاز صوت التحفة وإغرائها بالحفر في مرفوض النص فقد كانت نظرية التلقي ومدرسة كونستانس الألمانية حاضرة بقوة في قراءة الناقدة المغربية للتحفة من خلال عنصر صمت بياضات النصية ومساهمتها في فعل قراءة النص وإنتاج دلالاته كما نظر لها إيزار ورفاقه. تأسست مقارنة فاتحة الطيب في هذا الكتاب على مستويات عدة واستعانت بمفاهيم لتقدم ابن بطوطة بوصفه شخصية تأسست مقارنة فاتحة الطيب على مستويات عدة واستعانت بمفاهيم لتقدم مفاهيم نقدية ومقارنة لتقدم ابن بطوطة بوصفه شخصية متنورة من القرون الوسطى فها هي الباحثة تختم الجزء الثالث والذي يهمني في هذه الكلمة تختم الجزء الثالث من هذا القول إن النص شاهد على بعد من أبعاد مفهوم الإنسان الكوني الذي مثله ابن بطوطة في القرون الوسطى هكذا تمنح الباحثة لرحالتنا صفة كوزموبوليتي أو المواطن العالمي الذي لا يعترف بالحدود ويتعرف على الثقافات ويختلط بالشعوب الأخرى من خلال فعل الانتقال إلى القسطنطينية من الوطن وفعل التعرض لوقائع خطيرة أثناء رحلته في العوالم الغريبة والبعيدة في بداية الفصل الباب الثالث تعالج الباحثة مفهوم التوتر أو التصادم الحاصل في الرحلة بين الرغبة في التعرف على الآخر المختلف والسلطة الدينية التي تفرض تقسيم العالم إلى دارين دار الإسلام ودار الكفر بين الزوجين فحسب الباحثة لاح الفرج حين خف ضغط السلطة الدينية في القسطنطينية في الأراضي الروسية احتمى بطوطة بكنيسة ودخل في حوار أيضا مع النصراني فخف هذا ما تسميه الأستاذة التوتر والتصادم بين العنصرين اختفى هذا التوتر تقريبا حين رافق الرحالة زوجة السلطان المغولي المسلم أوزبك خان
الى القسطنطينيه من اجل الاحتكاك باخر الذات المسلمه، اخر الذات المسلمه اللي هو المسيحي الموجود في القسطنطينيه. هذا التصادم لم يؤثر كما تقول الباحثه على موضوعيه تقييم ابن بطوطه للمستوى الحضاري لغير المسلمين. ابن بطوطه طبعا يعني تعامل مع المستوى الحضاري لغير المسلمين بموضوعيه، وهو ايضا عنصر من العناصر المقارنه. تجلى الانطباع او تجلت في الانطباع هذه الواقعيه او هذه الموضوعيه، تجلت في الانطباع الحقيقي للاوصاف والاسلوب المباشر وذكر الاسماء، اسماء الاشخاص والاماكن ونقل الاحاديث المطوله. كذلك الرحالة المغربي نقل أوصافه عن القسطنطينية بروح من التسامح كعنصر من عناصر الكوسموبوليتية أو الإنسان الكوني، عنصر التسامح. فها هو الرحالة المغربي المسلم يصبح في ديار المسيحيين ساراكنو، يدخل ساراكنو ساراكنيوس هو مصطلح بيزنطي كان يطلق على سارا وكينوس. سارة هي أبناء سارة، وعلي بن يسمون عبيد سارة، هي أبناء نحن العرب أبناء سارة وهي أبناء هاجر. وساراكنيوس البيزنطيين آنذاك كان يصفون به العربي المسلم. ويدخل مع قيلهم تحت حماية السلطان المسيحي ويترجم له مترجم الملك السوري اليهودي، ويمنح دليلا بيزنطيا يرافقه ويترجم له. وبقدر ملاحظه ذكيه ايضا من الباحثه المقارنه، انه بقدر ما اراد ابن بطوطه الاستفاده من هذا الدليل او هذا المترجم البيزنطي بقدر ما كان هذا الدليل موجها للمعلومات ومستغلا للسلطه التي يتوفر عليها، اي سلاح اللغه، اللغه اليونانيه وسلاح المعلومه. هذا الدليل من وجهه نظر الكاتبه شارك في تاليف نص ابن بطوطه. وهنا احيل على باحث الماني رالف كيلغر الذي تحدث عن مؤلفين لهذا النص، نص ابن بطوطه، وقد توسعت الاستاذه في هذا الموضوع. ساهم في تشييد ايضا هذا الدليل، دليل بيزنطي المترجم الذي رافق ابن بطوطه في هذه الرحله، ساهم ايضا في تشييد صوره متخيله لهيبه القسطنطينيه. وهنا الاستاذه فاتحه الطيب ايضا تلجا يعني اضافه الى عنصر المقارنه الى عنصر ارجاع او فحص المعلومات، فحص تاريخي، اي ترجع للاحداث التاريخيه التي تحيل على بدايه تدهور اوضاع القسطنطينيه ومحاولة البيزنطيين المحافظة على هذه الهيبة القديمة التي كانت لها. فهو لم يكشف لابن بطوطة عن الصراع المسيحي المسيح أي بين الكاثوليك و الأرثوذكس، ولا عن المعالم الإسلامية الموجودة في القسطنطينية اللي كانت المساجد، المسجد الذي بناه مسلم بن عبد الملك والمسجد الذي بناه أحد الملوك البيزنطيين. هكذا تفسر لنا الباحثة صمت ابن بطوطة، وأنا أتحدث عن دراستها وتأويلها وقراءتها بالصمت في أو لعامل الصمت في نص ابن بطوطة. صمت ابن بطوطة عن الآثار الموجودة في القسطنطينية والمساجد الإسلامية بها، صمت يحيل على سلطة الدليل البيزنطي الذي ساهم في القراءة وإنتاج الدلالة. هذا البياض أصلا هو حسب الباحثة دال تتداخل فيه عوامل كثيرة مثل مرجعية الرحالة الدينية، خضوع نص للتقييد من ابن جيزي، وتدخل سلطة الدليل البيزنطي، وكذلك جهل الرحالة باليونانية. ميزة الموضوعية المقترنة بالإعجاب في أوصاف ابن بطوطة الدنيوية لفضاءات القسطنطينية أثارت انتباه الباحثة أيضا. كذلك اهتمامه بزيارة كنيسة آيا صوفيا يدل عند الباحثة على أن ابن بطوطة فقير واسع الأفق، فقير واسع الأفق، يراعي شروط ضيافته، إلا أنه لا يخضع دائما لما ينافي أو لا يخضع
قط لما ينافي دينه، فنرى مثلا يرفض شرط السجود للصليب كشرط الدخول الى داخل الكنيسه، ويصحح ايضا المعلومات الدينيه مثل مثلا صلب مساله صلب شبيه المسيح. اذا هو رفض التضليل الاعلامي، ما نسميه اليوم التضليل الاعلامي الذي يمارسه دليله. الرحاله المغربي الشجاع لا يمل من المواجهه ومن المحاوله، فقد استطاع رؤيه آية صوفيا لاول مره، واقام وما قام به ابن بطوطه وحيدا مغامرا بنفسه هو فعل شجاع جدا في ذلك الوقت. ورغم كل المعوقات بلغ ابن بطوطه هدفه واشبع حلما مغامر فيه حين دخل القسطنطينيه. تسجل الباحثه سعي ابن بطوطه واصراره الى التغلب على الغرابه حين يشبه كثره الكنائس بكثره المساجد عند المسلمين، و يعني الفضاء الجغرافي للقسطنطينيه كمدينه مقسمه بنهر عاصم الى جزئين كمثل مثلا مدينه سلا والرباط، وحنا نعرف تاريخيا ان مدينه سلا والرباط كانت تسمى المدينه المزدوجه، هكذا يسميها الرحاله الالمان، اي انها مدينه واحده مقسومه بنهر واحد. اظهر ابن بطوطه حرصه على تاسيس علاقه لطف مع الاخر المسيحي من خلال التسامح، هذه فكره يعني مررنا بها. اريد ان اشير الى في هذا هذه الافكار ان ان الالماني الباحث الالماني راف ايرغام، وهو ايضا قام بثاني ترجمه لهذا النص باللغه الالمانيه، كانت اول ترجمه لمقتطفات لاجزاء كبيره من هذه الرحله في 1911 الى اللغه الالمانيه. الان ابن ايرغام حسب ما قال او ما ذكره في مقدمه ترجمته انه ترجم بناء على ترجمه السوري، هذا البيرون على نسخته، فذكر ان نبوءتي الشيخين في الاسكندريه، نبوءتي الشيخين التي استند اليهما ابن بطوطه، حاول بهما ان يعطي ما سماه هذا الالماني الباحث الالماني الهيكل او هيكل التقوى. فالرحله تمر تحت عناية إلهية، تحت العناية الإلهية. المسألة الثانية أن تسلمه للهدايا، أي ما هو دنيوي، وفقده لها من خلال العواصف في البحر أو اللصوص في البرية، هو تحذير ديني يعطي قيمة كبيرة لما هو للمسلمين للمغاربة، أنهم لا يعطون قيمة، لا يجب أن يعطوا قيمة كثيرة لما هو دنيوي، وكذلك عدم الحزن على الفقر. شكرا. يذكر رالف هذا الألماني أن شخصية بطوطة تتميز بتعدد الآفاق وتعدد الوظائف، شخصية تهتم بتقوية إيمان المتلقي المغربي من خلال العناصر الدينية والتي تفضل بها الأستاذ الجاي وذكرها مشكورا. يزود الرحالة القارئ المغربي في المجالات الدنيوية، وتسليه أيضا بالحكايات الغريبة والعجيبة، وهو ما يخفف هذه التزويد القارئ المغربي بالغريب والعجيب وما هو مسلي، يخفف من الواقعية التي أكدت عليها الأستاذة فاتحة الطايب في كتابها، ويروي أيضا عطش القراء للقصص الغريبة. ولكن إلغر اتفق مع الأستاذة فاتحة الطايب على ملامح التنوير والتسامح الكبيرة في فكر وفي أدب ابن بطوطة. إذا تعامل ابن بطوطة تعامل ابن بطوطة كما تركز أو تؤكد عليه فاتحة الطايب، ونسبيا الباحث الألماني، لأن عندي مجموعة من الملاحظات على هذا موضوع آخر، تعامل ابن بطوطة بذكاء مع البيزنطيين وأيقظت عاصمتهم فيه المغامرة، أيقظت عاصمتهم فيه المغامرة الكوسموبوليتي الذي ينفتح على الثقافات، رغم أنه لم يتخلى عما بداخله، وهي كلها إشارات مقارنة التقطتها عين باحثة مقارنة محترفة. كان هذا الكتاب لفاتحة الطايب قد ألقى الضوء على مسار آخر لرحلة ابن بطوطة الكوسموبوليتية بأسلوب سلس ومترابط وحجج مقارنة رصينة واستنتاجات
ذكية فتحت للباحثين آفاقا مقارنة ومسالك للفهم جديدة. نقطة أخرى، يعني هذه النقطة، التفاعل مع الأعمال الكونية العربية والغربية في نصوص في نص ابن بطوطة، كما ذكرت وتذكر أيضا الأستاذة فاتحة الطيفي في الكتاب، أن من المؤكد أن ابن بطوطة الذي شبه الباحثة، أو يعني أحسست أنا أن في هناك تشبيه لجوت حين مثلا ذكرت فترة شباب ابن بطوطة، كما ذكر أيضا الأستاذ أحمد بن حسن قبل قليل، أنه كان هذا المقبل على العلم، المقبل على التعلم، المقبل على الأمور كفقيه مالكي متشبت ربما كان يعني متشبت بالفقه المالكي، فهذا كان في فترة الشباب، لكن لما يعني قضى أكثر من 25 سنة في رحلته أصبح كهلا نضجت نظرته للحياة، للآخر، للغريب. فجوت أيضا انتقل قبل كذلك، انتقل من هذه المرحلة، فكان شاب الفترة الأدبية المسمى العاصفة والدفء، كان شاب كان يكتب بحماس شديد، لكن في كهولته وفي شيخوخته، أي في نضجه، أسس للأدب العالمي وأسس للمقارنة، وهو أيضا نص ابن بطوطة كما قدمته الأستاذة فاتحة الطيبي، نص عالمي. فهذا المسلم المالكي ابن بطوطة كان الناضج الذي أنتج نصا عالميا كونيا يمكن أن نصنفه ضمن الأدب العالمي كما عند جوت الكاهن الشيخ، من المؤكد أنه قد اطلع على رحلات غيره من الرحالة العرب، ابن جبير، محمد عبداري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، حكاية ألف ليلة وليلة، كما أنه من المؤكد قد سمع برحلة ماركو بولو، الباحث الألماني إنكر يسميه ماركو بولو الشرق، كما أنه مؤكد سمع برحلات ماركو بولو ورحلة الفرنسيس كان يوهانس دي مارين، بل أكثر من هذا، الباحث الألماني يقول أنهما التقى يفترض أنهما التقيا وأنهما ألف النصين مع بعض، نصوص ماركو ونصوص نص ابن بطوطة. وإذا كان إلغار قد حاول البحث عن استخدام فريق المؤلفين أو ما يسميه فريق المؤلفين للرحلة لهذه النصوص، ويفترض تفاعل بين قراءة هذه النصوص وخيال الرحالة، أو أنه التقى بماركو وتم التأليف المزدوج للنصين، إلا أنه يعترف أن فقر الأدلة يجعل هذه الأطروحة، أي أطروحة الباحث الألماني، مجرد تكهنات. لكن ما أكدت عليه الباحثة فاتحة الطيفي في كتابها أن ابن بطوطة سعى ضمن سياق ثقافي وتاريخي، سياق ثقافي، رحلات بولو بن جبير، سعى إلى تخطي الحدود وقدم نفسه في أكثر من موضع بوصفه كوسموبوليتيا، إنسانا كونيا، ومن المؤكد أنه زار القسطنطينية وأن حكاياته لم تفقد من نضارتها حتى اليوم. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ رضوان، الذي فعلا دخل في إشكاليات الكتاب وفي مفهوم الإنسان الكوني الذي لأول مرة سيتقطع عالما مسيحيا، وكيف سيصاب كما نقول بالدهشة، وما يسمى ما أشار إليه بالاصطدام أو الصدمة التي أصيب بها بين قوسين لما دخل إلى عالم آخر، خاصة مسيحي لم يألفه. فالكتاب يدور ويبحث عن هذه الوضعية، المسلم حينما التقى لأول مرة مع عالم مغاير دينيا وغير ذلك. فما أشار إليه أنه الصمت بن بطوطة فعلا كان حينما لا يعجبه شيء لا في الصين ولا في إفريقيا كان يسكت، وأحيانا كان بينه وبين نفسه يعلق. مثلا في الصين كان يأكل إلا الأسماك مثلا تفاديا لئلا يأكل شيئا غير مذبوح باسم الله. ف
فهذه الظاهرة ربما هي تربية إسلامية بالأساس، و فيما يتعلق بالتسامح يجب أن نحتاط. ابن بطوطة أيضا كان محتاط، نفرق ما بين التساهل الديني وبين التسامح الديني. كل ما يتنافى ومبادئ الدين الإسلامي ابن بطوطة لم يتسامح فيها، لم يلبي ما طلب منه، ما أراد أن يدخل الكنيسة إلى غير ذلك. فمعناه أن هناك تسامح محسوب يقيسه به، دائما يرجع إلى مرجعيته الدينية. ما يتعلق بالجانب الإنساني كان يقبله، وديننا يقبل هذا الجانب. أما العقيدة فكان لا يتنازل فيها. فيما يخص المقارنات مع ماركو بولو الذي سبقه وكان في القرن الثالث عشر، ودراسات كثيرة في هذا الباب، وأتمنى أيضا أن الشباب الباحثين والباحثات أنه الرحلة تفتح الباب للمقارنات، خاصة في هذه المرحلة مع الديانة المسيحية، لأن الذي ترجم النص يجب أن نتساءل، النص الذي ترجمه الألماني، لأن النص المحقق لم يظهر إلا في السنوات الأخيرة، ففعلا يجب أن نخضع هذه الترجمة والنص الأصل الذي اعتمده أيضا ليكون نصا محققا تحقيقا علميا. غالبا ما لاحظوا المركزية الأوروبية، ابن بطوطة يصفون الإيطاليين بأنه ماركو بولو الشرق، و الأستاذ رسلان يرد على هذا، يقول لا، لماذا نحن كل شيء بضاعتنا ردت إلينا؟ العكس، يقول هو أنه لماذا نقول ابن بطوطة الغرب ماركو بولو؟ طبعا هذا يدخل في حينما تكون الثقافة والمرجعية قوية تفرض نسقها الثقافي. أهم ما أثرته الأستاذة هو إعادة النظر في هذه الأنساب، أي المركزية الأوروبية ليست هي في الثقافة الأساسية، ولكن يجب أن نبررها حينما نبرر ما قام به ابن بطوطة وكيف تعامل مع المسيحية والمسيحيين ناحية إنسانية ولم يتنزل. أيضا يجب أن كما ذكرت بالمرجعية، أرى مهمة جدا حينما تكون هذه مرجعية قوية وصلبة، لا في الدين ولا في الثقافة ولا في هذا، أكيد أنك أيضا لا تتساهل ولا تنساق بسهولة. شكرا مرة أخرى للزميل الذي فادنا بهذه النصوص الجرمانية التي تتعامل مع النص، وكذلك نصوص إيطاليا وغيرها.